قال رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر إن ما حدث من أعمال إجرامية في قريتي رشاد ونهر الإمام جزء من مخطط لإذكاء الطائفية والسيطرة على أراضي الأهالي من خلال تهجيرهم. هؤلاء المجرمين يريدون يرجعون الطائفية من جديد من أجل الانتقام والسيطرة على الأراضي والقرى والبيوت والتهجير. ما نعطيهم هاي الفرصة. أحييك على غيرتك وعلى شجاعتك وحي البقية وأفهم الكلام اللي تقولوه، لكن في لحظة الغضب لازم نسمع صوت الحكمة والعقل اللي نعبر به هذه المصيبة، نعبر به هذه الفتنة، نحافظ على بلدنا، نحافظ على مناطقنا، على محافظتنا، على أراضينا وعلى بيوتنا. كان في المخطط يحدث في مكانات أخرى ويصل إلى منطقة الراشدية، وقصدت مجموعات مطالبات كانت تريد إذكاء الفتنة من أجل السيطرة على هذه المنطقة كلها.